عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ونراه يذهب ما نراه يعود. فكن رجلا إن تنض أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح. وجود وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش. فقيد لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد ولم يكن معه من ناصر غير 70 ليثا ما هناك مزيد. لذلك حق على أن يقف عليهم مؤبنا ينظر يمينا شمالا يراهم مجزرين كالأضاحي هذا على يمينه وذاك على شماله وهذا مكبوب على حر وجهه ظل يناديهم نداء وفاء
أحبائي لو غير الحمام أصابكم عدمت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب حبيبي حبيب زهير برار أخي عباس من أخي قاسم بني علي مالي أناديكم فلا تجيبون أني يا مؤمن أرجوكم تنتبهون إلا يسيوف حرب عاد بسكم لا تنامون يا ابني علي دنهاض أقدم ليل مامون وباري خواتك بعد عيني لا يضيعون وارجعوا بهم الأرض المدينة يا ضي العين وعواد على الجاسم ودمع العين هامي قلت وعاد يا شمعة تخيام وشوف العدا دارت علي كوفي وشا هين عليكم وحدتي يا ابن الميام ناديت حتى دمعتي بالخد سالت وحدي محير والعدا حولي احتالت ليكون محبتكم عن المظلوم زالت لا يا الأحبة اللي حجبكم غايل ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أطروا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ارحمنا بمحمد وآل محمد. طبعا قبل البدء أود الاعتذار للإخوة شوية عن التأخير بحيث كما تعرفون ليلة جمعة وأنا جاي من المنامة إلى هنا فشوية اسمحوا لنا على كل حال على هذه الدقائق التي تأخرنا عليكم فيها. طبعا هذه الآية المباركة من سورة النحل وكثير هي الآيات التي تحث بشكل أكيد على مسألة العمل الصالح وأنه لا بد للإنسان أن يقوم بالأعمال الصالحة ولكن كما يقولون أنه ثبت العرش ثم النقش الآن تأمر بشيء لم تتضح معالمه ما ممكن ليس من الحكمة في شيء
الآن الحظ الأكيد والحث الأكيد على أنه لا بد للإنسان من أن يقوم بالأعمال الصالحة، هذا يخلي الإنسان يتبادر عنده سؤال أنه ما هو العمل الصالح؟ ما هي حقيقة هذا العمل الصالح؟ ما هو كنه هذا العمل الصالح؟ تريدنا أعمل شيء أنا لا أعرف حقيقته ما هي؟ كيف يكون؟ كيف يؤدى؟ لابد أن تتضح أولا مسألة العمل الصالح ما هو؟ بعد ذلك أطلب مني أن أمتثله وأن أقوم بفعله. لذلك هناك يقولون في تفسير معنى العمل الصالح نظريتان أطروحتان، أطروحة لا دينية لا إسلامية، ومن أهم من تبناهم الماركسيون، وهناك أطروحة ونظرية إلهية إسلامية. أولا كما يقولون تعرف الأشياء بأضدادها، نبين ما هي النظرية والأطروحة اللادينية في مسألة العمل الصالح، ما هو العمل الصالح عند من يتبنى هذه الأطروحة والنظرية. طبعا عند هؤلاء يقولون بأن العمل الصالح هو كل عمل سد نقصا في مجتمع من المجتمعات، وبعد كلما كان هذا العمل أكبر من حيث القيمة المادية وأنه سد نقصا أكبرا كلما كان عملا صالحا أكثر. نعطي مثال بالأمثلة تتضح الأمور، يعني لو أنه منطقة من مناطق العالم يوجد فيها ناقص، يعني مثلا الآن نحن في البحرين لدينا في منطقة من مناطقنا قرية من قرانا يوجد نقص في مؤسسة من المؤسسات، في مرفق من المرافق ما تعبر عنه اليوم بالبنية التحتية، مستشفى، مركز صحي، كذا، مدرسة، يوجد نقص. مثلا قرية من القرى، منطقة من المناطق لا يوجد فيها مدرسة، فيقوم أحدهم ويبني مدرسة بغض النظر عن نيته من وراء بناء هذه المدرسة، حتى لكل لأجل الشهرة ولأجل الناس أن يتكلموا عنه بأنه فعل، أو حتى مثل ما اليوم مثل ما تشوفون انتخابات على الأبواب يوجد أناس يريد يجر أصوات الناس، مثلا على فرضية من أراد أن يشارك مثلا أن يجذب أصوات الناس إليه، ماذا يفعل؟ يقوم ببعض الأمور حتى من شأنها أنها تقرب الناس إليه ويجعل الناس تعطي أصواتها له، فلأجل أمر شنو؟ دنيوي، لأجل مصلحة ما، فيفعل هذا الأمر يسد نقص. الآن لواحد سوى مدرسة سد نقص، الآن هو لله لو لغير الله، كذلك مركز صحي غير ذلك من الأمور. وطبعا تتفاوت عندهم مسألة العمل الصالح بعظم العمل، يعني واحد يسوي له مدرسة غير إذا يسوي له شنو؟ مدينة سكنية مثلا ولو لأجل قلنا مثل العناوين البراقة ولأجل فوز انتخابات وغير ذلك، هذا يعتبر في النظرية اللادينية بأنه عمل صالح وعمل صحيح وكذا، بينما في النظرية الإسلامية يختلف الأمر. هناك عندهم، وهذا طبعا هو يعني اختزال لكلمة أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا ما يعنونه، يعني ينظرون إلى العمل بغض النظر عن نية العامل، بينما في النظرية الإسلامية يختلف الموضوع أنه أي الأعمال تعتبر صالحة، أي الأعمال التي عند الله تعتبر صالحة وتستحق الشكر والثناء هي التي يكون العمل مع نية العامل، بل في بعض الأوقات بل كثير منها الله يهتم بالنية أكثر من العمل نفسه، إنما الأعمال بالنيات، ينظر إلى نيتك نحو العمل ولو كان صغيرا. شوف الفرق بين هؤلاء وبين الإسلام، هناك عنده كل ما كان أكبر كل ما كان أعظم، كل ما سد نقصا أكثر كل ما كان عمل صالح أكثر،
في النظرية الإسلامية أولا لابد أن تكون نيتك لأجل الله حتى يكون عمل صالح، قد يكون عمل ولكن ليس صالحا لأجل الله، وإذا كان منبثق هذا العمل عن الله وفي الله ولله يسمى عمل صالح. والشيء الآخر، ماكو أهمية لكبر العمل وصغره، حتى لو كان بسيط جدا لكن لأجل الله يصبح عند الله شنو؟ كبيرا. وإلا أنا وإنت الآن نسأل ما هو هذا الأمر العظيم الذي قدمه أهل البيت في قضية تصدقهم وإعطاهم للفقير للمسكين للأسير، خبزهم على كل حال من شعير، شنو قيمته أمام ما يقدمه اليوم بعضهم من الولائم ومن الأطعمة بالملايين أطنان الحبوب وكذا يتبرع بها، لكن مو لأجل الله. أقراص شعير بسيطة لكن كانت لأجل الله سبحانه، صارت عند الله شنو؟ عظيمة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأجل الله. ويطعمون الطعام على حبه، لذلك غريب بعضهم يقول هذه على حبه، الضمير راجع لحب الطعام، كل عجيب. يعني هل قد محبة أهل البيت هذا القلب العظيم يتعلق بأمر مثل الطعام؟ لا. ويطعم على حبه، على حب الله مو لحب الطعام. شنو الطعام بالنسبة لشخصية مثل فاطمة، شخصية مثل أمير المؤمنين الحسن الحسين؟ كان الأمر لأجل الله أصبح عظيما، قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار. أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية تصدقه بالخاتم، شنو قيمة هذا الخاتم؟ ترجع للتواريخ يقول لك كان خاتم كلش عادي جدا، إلى درجة أن بعضهم يقول لم يكن أصلا من الفضة، كان من الحديد. وإن كان بعضهم بين قوسين أراد أن يضيع هذه الفضيلة عن أمير المؤمنين، إيش قال؟ قال بأن علي بن أبي طالب لم يكن فعله وفعل التصدق فعلا محمودا وصحيحا، بل إسرافا وتبذيرا. شلون؟ قال شلون يتصدق بخاتم ثمين جدا كان يعادل ثمنه شنو؟ خراج دولة بأكملها مثل الشام وفارس كما يقول أحدهم. بينما اللي يتفحص التاريخ وينظر بين صفحاته يشوف أنه كان خاتما عاديا جدا، ولكن أن المسألة كانت لله. الله خم ما عنده مجاملة ولا عنده ممارة مع أحد، انت فعل شيء صحيح وصالح سوف يذكرك، افعل أمر قبيح سوف يذمك. شنو عنده يا أمير المؤمنين؟ قام بهذا العمل لوجهه، الله أثنى عليه. والدليل أن من بعد هذه الحادثة يقولون بأن أحدهم شنو؟ تصدق بأربعين خاتم. لكن ما سمعنا لا روايات ولا أحاديث ذكرت بأنه نزل فيه حرف من القرآن، فاضل أن ينزل فيه قرآن وآيات. فاستطعنا نفرق الآن بين النظرية اللادينية والنظرية الدينية في ماذا؟ في مسألة العمل الصالح. هناك عندهم ينظرون للعمل بغض النظر عن نية العامل، وكان العمل أكبر كلما كان أعظم. بينما في النظرية الدينية والإسلامية لا، ينظرون للعمل مع نية العامل، وليس له أهمية أن يكون صغيرا أو كبيرا ما دام لله وفي الله ولله. وإلا شنو أعظم من الشهادة ومقام الشهادة؟ مقام الشهادة عظيم، لذلك عندنا في الروايات بأنه بأول قطرة من دم الشهيد عندما تسقط على الأرض تمحى عنه كل ذنوبه ما عدا شنو؟ حقوق الآخرين. شنو يعني يعطي مقام عظيم للشهيد؟ لكن انظر ممن أراق دمه نعم ولكن لا لأجل الله،
ذهب دمه هباء منثورا. وإلى قارين بالتاريخ أناس قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع رسول الله، ولكن ذموا، هم جابوهم بالنتيجة بعد ما انتهت وانجلت غبار المعركة، جابوا هذه الجثث ومنها جثة أحدهم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أما هذا فهو شهيد الحمار. أجلكم الله، عجيب، شلون هذا بعد شهيد حمار؟ بعد أكو شهيد حمار وغير ذلك؟ قال إيه. خب الناس عليهم بالظاهر، بس رسول الله يفهم ويعرف البواطن. قال لهم بأن هذا الرجل صحيح خرج من المدينة معنا لأجل القتال ولأجل الله، لكن تبدلت نيته في أثناء القتال. شنو صار؟ قال كان يقاتل وإذا به، شوف شنو عند القوم، عند الطرف المقابل الأعداء، أحدهم عنده أجلكم الله حمار، وهذا الحمار هو أعجب. على كل حال يوجد ناس عندهم دناءة نفس إلى درجة يعني ما ممكن أن تقاس، ناس جاي يقتلون دماء تسفك ويفكر في حمار. على كل حال فأراد ذلك الحمار، ماذا فعل؟ يقولون شد على صاحبه حتى شنو يأخذ ذلك الحمار منه. أخذ الحمار، قتل صاحبه، صار يرجع قافل حتى يرجع إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وآله. يقولون في الطريق اعترضه أحدهم قاتله، صارت مناجزة بين الاثنين وإذا به يقتل. فالآن أصبح هذا شهيد شنو؟ شهيد الله سبحانه، لو شهيد ذلك الحمار. وهذا اللي يمثل لنا على قولتهم المثل البحراني المعروف، يقول لاحظت برجيلها ولا أخذ السيد علي. هلا هو استفاد على كل حال من هذا الدم، ذهب هكذا وله حصل شنو؟ هذا الحمار الذي يريده. فهذا عن حسب مقام شهادة وجابوه بين الشهداء، ولكن لأن عمله ما كان لله أصبح شهيد الحمار، وعرف بالتاريخ بأنه شهيد الحمار. وكذلك أمثاله أمثال، مثل ذاك الذي يعرف بشهيد أم قيس، كذلك يقولون نفس الموضوع. امرأة كانت عند الأعداء، نظر إليها أعجبته، أراد أن يقاتل حتى شنو يسبي تلك المرأة، وسمي في التاريخ على كل حال بشهيد أم قيس. فبالنتيجة الأمور علي وعليك ممكن أن تشوش وتكون غير واضحة، لكن عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما ممكن هذا الأمر أن يحصل. الله يعلم كل شيء. وإلا أنا أسألك بالله الآن، كم من الدماء سفكت عبر التاريخ؟ كثيرة، شهداء وقعوا كثير. لذا نرجع إلى الآية، شو تقول؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، شنو؟ وهو مؤمن. تقول الآية شنو؟ فلنحيينه حياة طيبة. لذلك هنا صار تفسيرات كثيرة من قبل المفسرين، بعضهم قال حياة طيبة أي أنه حياة مادية، يعني في الجنة هناك يعيش حياة عظيمة جميلة جدا كذا، له كل ما أراد. وبعضهم قال لا، حياة طيبة أي ذكر طيب، يعني في الدنيا قبل الآخرة، هنا في الدنيا يعيش حياة طيبة بالذكر والثناء الحسن، بحيث يصير شنو؟ أنشودة يترنم بها الناس عبر الأجيال. وانتم شايفين كثير من الناس مضوا من بيننا، كانوا خداما، كانوا أصحاب أيادي بيضاء على الناس، وصحيح مرت السنون على موتهم، لكن اليوم يذكرون بكل آيات الثناء. ليش؟ لأنهم عملوا صالحا، نيتهم كانت لله سبحانه. اليوم ما سامعين أنتم الآن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، من يعني وفاته إلى الآن شقد، ولكن إلى اليوم يذكر. لماذا؟ الشهيد الصادق، غيرهم لماذا يذكرون؟ لأنهم جاهدوا لله فبقوا إلى اليوم وإلى يوم القيامة. ويوجد أناس
ذلك العلماء كثير، المجاهدون كثير، الذين استشهدوا كثير، لكن من يذكر ويبقى إلى اليوم وإلى يوم القيامة قليل. وإلا الحسين سلام الله عليه، أنت شايف اليوم، والآن نحن كلها أيام تفصلنا عن محرم، في كل عام ما ملت الناس، ما تعبت الناس، ها؟ كذب الموت، فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد، كلما ذهب وتقادم الزمان. مع ذلك ذكر الحسين جديد غطري، ليش؟ لأنه هو الذي قال ذا الكلام، ها؟ شوف على بوغاء كربلاء، ها؟ مقطع الأوصال، ها؟ على الأرض، لكن كل كلامه كان مع الله سبحانه. شي يقول؟ إلهي تركت الخلق طراً في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلا قطعتني في الحب إربايا لما مال الفؤاد إلى سواك. كان هم هم كل لأجل الله، كما هو أعطى كل شيء لله كذلك حتى مناوئوه وأعداؤه فعلوا كل شيء لأجل الشيطان ولأجل الدنيا، وإلا اكتفوهم فقط بقتل الحسين. تركوه عاريا على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفان، يقول يزين العابدين مروا بنا على أجساد قتلانا. بيوم الحادي عشر، ها، تخيل نساء طلعوا من المدينة بكل عز واحترام، وإذا الآن تعال شوف من يحميهن، من يركبهن على النياق ويأتي بهن على أجساد القتلى، ها؟ وإذا بذاك الصوت، ها، من الشيم، قومي يا زينب واركبي على ظهر الناقة. لذلك اسمع كلامها، لما انحدى الحادي بودايع الهادي ولن زينب تنادي بهانك يا حادي لا وين بينا تريد قاطع في جوجين بيد أخاف الطريق بعيد والتعب ما زين أخاف الطريق بعيد والتعب ما زين وإحنا حرام وأطفال ما ظلت لنا رجال واحنا على هذا الحال مهين علينا مهين علينا. شو تريدين يا زينب؟ قالت عندي طلبه، ودوني على كافلي قبل لا تطلعونا من كربلاء. مروا على العباس جثة بلا يا راس كيف البصر يا ناس نمشي وتخلو كيف البصر يا ناس نمشي وتخلو
وليلى بعد عندها بعد كلام. مروا على شبابي على ولدي، مروا على الأكبر فوق الثرى مطبر، نادوا بني حدار خلهم يشيلوا، نادوا بني حدار خلهم يشيلوا. وإذا برملة من آخر القافلة تنادي قاسم بني قاسم، مروا على الجاسم فوق الثرى نايم، نادوا بني هاشم خالهم يزفوا إلى الجمعة، نادوا بني هاشم خالهم يزفوا. بعد ما شبعنا ودونا على الحسين خلنا نشوفه، مروا على ابن فاق التراب مرمي، نادوا بني عمي خالهم يشيعوا، نادوا بني خالهم يشيعوا. وإذا زينب من على ظهر الناقة كما يقول زين العابدين أبيات الدعاء، إذا عندك حاجة ها أرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، وإذا به يقول لها عما زينب ارحمي ضعف بدني، قلة حيلتي، أنا مريض، أنا عليل، ما لي طاقة. وإذا بزينب تقول يردون نسافر يا بعد هلي ونخليك، ويا ليت من قبل السفر نقعد نواري، وهذا الفراق وين يا ابن أمي الاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير انت، ولا تقول عني سافر وما ودعون، وشالوا خوانتي وللقبر ما شيعوا، ويا ليتهم ويا بالبار، ولا روح حسرة ميسرة فوق، والله خويا لا تقول بعدك مروه، ولا تقول ضيعتي أخوة، تراني مأخوذة يا حسين. مشهد دار يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه، تعثر حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرة بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا
ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلة. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. من اجتمعنا لسببه اللهم ارحمه برحمتك. جاء في الأرض عن جنبيه، أصعد بروحه إليك. انقله اللهم من ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور. اللهم وعندك نحتسبه يا رب العالمين، واخلف على عقبه في الغابرين، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.